حديث أكثر حول الجهود الدبلوماسية للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة. ينضم إلينا الآن من قطاع غزة دكتور عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي. دكتور عدنان، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، نبدأ، هل تتوقع أن يتم الوصول إلى هذه التهدئة الموعودة في ظل حالة الإصرار من قبل الطرفين على تحقيق الشروط المطلوبة لكل منهما؟ تفضل. من واضح انه من المبكر الحديث عن موضوع تهدئه في هذه المرحله في ظل استمرار عدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. الكلام متكلم عن موضوع التهدئه، يعني في هذه الحاله هناك قصف في غزه حاليا. الكلام عن التهدئه كلام اسرائيلي بالاساس واوساط اسرائيليه. بالعكس، هناك تناقضات في داخل الحشد الاسرائيلي لمحاوله صبغ وقف المقاومه ومحاوله ايجاد تناقضات في داخل صف المقاومه. الكلام عن وقف العدوان اهم شيء، وقف اطلاق الصواريخ بسرعه باخرى على المدنيين الفلسطينيين وعدم ارتكاب مزيد من المجازر. دون ذلك الكلام عن التهدئه سيكون هو كسب الوقت اكثر فاكثر. وقبل قليل نتنياهو كان يتكلم مع السفراء الاوروبيين، كان يتكلم بحاجه لمزيد من الوقت لاستكمال ما يقول انه مهمته العسكريه، وهي بالاساس ارتكاب مجازر اخرى بحق المدنيين في قطاع غزه. طيب دكتور عدنان، الحديث اليوم عن التهدئه هو فقط من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وهنالك من كان يقترع على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بإعلان إطلاق أو وقف لإطلاق النار من جانب واحد. السؤال هنا، هل قد توافق حماس على وقف إطلاق النار دون أي شروط تتعلق بالقدس المحتلة، وهي السبب كانت وراء هذه الجولة بالتحديد الشيخ جراح والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك؟ من الواضح أن هناك استمرار للعدوان الحاصل في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. واضح اننا امام استمرار للاعتداءات الاسرائيليه في القدس المحتله، وطالما ان هذه الاعتداءات لن تتوقف بصوره او باخرى في هذه المرحله يمكن المواجهه تستمر، قد لا يكون بذات الشكل العسكري العمليات الميداني ولكن باشكال مقاومه شعبيه احتجاجات، لكن ابقاء فتيل التوتر قائمه في القدس المحتله. ولذلك اي تهدئه اي اطلاق النار متوقع لابد ان يشمل كبح جماعه الاحتلال والمستوطنين على الاستمرار في تهويد المسجد الاقصى وعمليه تغيير الواقع القائم في المقدسات الاسلاميه في القدس. طيب دكتور عدنان، ايضا الضغوط الامريكيه اليوم مختلفه تحديدا تجاه الاحتلال الاسرائيلي، هل تتوقع ان يكون لها اثر حقيقي على تهدئه الوضع في قطاع غزه، ام هذا بكل صدق يتعلق حتى بالدور المصري تحديدا اليوم في محاوله ايجاد هذا التوافق؟ لا شك ان عهد يعني بايدن مختلف عن ترامب، هذا بالتاكيد. والدعوات الامريكيه الاخيره، السفير الامريكي في الامم المتحده، وزير الخارجيه، المبعوث الامريكي المنطقه، حتى بايدن تكلم عنها 3 مرات، كل هذه الدعوات الامريكيه لوقف اطلاق النار. لكن واضح ان الاسرائيليين طلبوا من الامريكان فتره زمن اضافيه لاستكمال العدوان العسكري على قطاع غزه. الى اي حد صحيح امريكان تصدر قرار يعني فوري مباشره بوقف اطلاق النار؟ هذا الامر لا يبدو متاحا، ولذلك قد نكون امام يعني فتره زمن اضافيه من قبل الاسرائيليين في مرحله المهمه العسكريه. المصريون واضح ان لديهم موقف اخر باعتبار انه علاقتهم مع الاسرائيليين في بعض الملفات الاقليميه ليست على ما يرام، واعتبار ان اسرائيل رفضت اول مبادره مصيره اطلاق النار الاسبوع الماضي. هذا جعل المصريين يحاولوا ان يستفيدوا من الحراك الحاصل عسكريا للمقاومه لاخذ موقف قدم في 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 قطاع غزه. هذه المعطيات تجعل اطراف اخرى اقليميه في المنطقه حتى يعني الدول الاردنيه وكذا ان تستفيد من الحراك الحاصل في تثبيت الامر القائم في القدس المحتله وعدم السماح للاسرائيليين والمستوطنين باعاده تدنيس المسجد الاقصى. ما حصل من هبه شعبيه كبيره في القدس والضفه والفلسطينيين الداخل والاهم المقاومه العسكريه في قطاع غزه يمنح كل من يريد ان يثبت اقدامه في القدس المحتله نفوذا جديدا وتاثيرا كبيرا في استفاده منه لما حصل في هذه المرحله. طيب دكتور، يعني اليوم في ظل استمرار هذه المواجهة، باعتقادك هل نتنياهو معني تحديدا فعلا باستمرار وإطالة هذه الأزمة في قطاع غزة أو حتى التصعيد ليس فقط في القطاع إنما في القدس وحتى في الضفة الغربية، هل لديه أهداف سياسية بحتة تتعلق بالشأن الداخلي الإسرائيلي وما يخص تشكيل الحكومة الإسرائيلية بالتحديد؟ نتنياهو من الاساس كان راغب بمواجهه عسكريه مع قطاع غزه مع المقاومه الفلسطينيه باعتبارات تخصه الوضع الداخلي الحزبي ومحاوله اعاده تفويضه وتشكيل الحكومه الحاليه او على الاقل افشال خصمه يئير لبيد والذهاب الى انتخابات خامسه، وكانه استطاع ان يجني هذا الحصاد الان. لكن ما يواجهه انه لم يستطع حتى الان ان يعود بصوره انتصار الى الراي العام الاسرائيلي، اغتيال شخصيه قياديه في المقاومه، تنفيذ عمليه كوماندوس خاطف في قطاع غزه. دون هذه الصوره لن يستطيع نتنياهو ان يسوق عدوانه على قطاع غزه، بالتالي قد ينقلب السحر على السحر، لذلك هو يريد ان يخرج من هذه المواجهه ينتهي منها، لكن
لا يريد أن تبقى معالم مشاهد قصف المقاومة لتل أبيب والقدس ماثل عمل الإسرائيلي، يحاول أن يأتي بصورة مغايرة تغطي على هذا الإخفاق وفشل العسكري الإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر دكتور عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي من غزة.